بدأت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتسجيل الراغبين في الالتحاق بدورة عامل حفر آبار بترولية ودورة ميكانيكا منشأة نفطية، ذلك ضمن الإعلان الأخير لتوظيف الشباب الكويتي من خريجي الثانويات العامة بفرعيها العلمي والأدبي في القطاع النفطي. وتأتي هذه الدورات بعد متابعة حثيثة من قبل المعنيين لإعلانات التوظيف. نتابع تفاصيل عملية التسجيل في التقرير التالي مع الزميل خالد الفارس. بعد إعلان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن البدء بتسجيل الراغبين في الالتحاق بمعاهد التدريب بالفصل الدراسي الأول لدورة عامل حفر آبار بترولية ودورة ميكانيكا منشأة نفطية، وذلك بالتنسيق مع القطاع النفطي وباقي الجهات المعنية، توافد الشباب الراغبين بالتسجيل على مبنى الهيئة. بدأ التسجيل من أمس 19/8 وتستمر التسجيل لغاية 1/9/2019 إن شاء الله بإذن الله، وطريقة التقديم عن طريق موقع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. الشهادات المطلوبة العلمية ثانوية عامة علمي أن لا يقل نسبتها عن 50%، وشهادة ثانوية أدبي أن لا تقل عن 60%، وأن يجتاز الاختبار اللغة الإنجليزية واجتياز المقابلة الشخصية. ودي أنوه للمتقدمين الراغبين في التحاق الدولتين قطاع النفط أن فتحنا مجال للثانوية العلمي والأدبي أيضا، ومن الشروط العامة للتقديم أن يكون كويتي الجنسية ولم يسبق التقدم باجتياز دورة تدريبية بنفس المستوى، وأن لا يكون مقيد في إحدى المؤسسات التعليمية سواء جامعة الكويت أو وزارة التربية أو التعليم العالي، وأن يتفرغ طبعا للدراسة والتدريب، وأن يجتاز الفحص الطبي، وأن يجتاز بالإضافة إلى اختبار اللغة الإنجليزية والمقابلة الشخصية. يتم تعيين المجتازين من البرنامج من خلال مقاولين الشركة في منصات الحفر أو المنشآت النفطية في شركة نفط الكويت. سيتم صرف مكافأة قدرها 150 دينار. مبادرة توجيه الشباب حديثي التخرج من حملة الثانوية العامة للعمل في القطاع النفطي جاءت عبر الإعلان الأخير لمؤسسة البترول الكويتية. نظام ساعات العمل يكون شفتات 7 أيام 7 أيام 12 ساعة باليوم. موقع العمل يكون التوزيع على حسب شركات المقاولة. أتمنى أن المتقدمين يقدمون من خلال الإيميل مالهم الشخصي عشان يكون في سهولة من مراكز الطالب، عشان يكون في سهولة بالتواصل معهم حق الاختبارات وحق المقابلات. ويساهم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت من خلال توجيه وإرشاد الطلبة الجدد لاختيار التخصص الأنسب لهم. مبادرة المؤسسة البترول الكويتية مبادرة مميزة، بالخاصة أن فتحت القسم العلمي والأدبي، وأن الطالب يدرس بالمعهد وبنفس الوقت يعتبر موظف، فإن وظيفته تكون موجودة ومضمونة. أتمنى من جميع مؤسسات الدولة أن تحدث في هذا الحدو عشان تضمن مستقبل أبناء الكويت في جميع مؤسسات الدولة، وحنا كاتحاد موجودين إخواننا الطلبة، موجودين الإخوان المستجدين في مقر الاتحاد لجميع استفسارات أو تسجيل. يهدف القطاع النفطي إلى خلق يد كويتية عاملة بفنية ومهارة بالتعاون مع جهات عدة أهمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وفتح باب التوظيف لحديثي التخرج. خالد الفارس، الرأي.